حدثنا روح حدثنا ابن جريج والضحاك ابن مخلد قال اخبرني ابن جريج وعبد الله ابن الحارث قال عرض علي ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن ابي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره قال الضحاك وعبد الله بن الحارث أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلادة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغبيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل بعدما أسلم صفوان قال عمرو أخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلادة قال الضحاك وابن الحارث وذلك بعدما أسلم وقال الضحاك وعبد الله بن الحارث بلباء وجداية